أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1581 حالة جديدة. بدأت قصة عبد الرحمن البالغ من العمر 25 عاماً عندما بدأت عليه أعراض كورونا، واشتد به الحال وتم نقله إلى مستشفى أحد حيث أثبتت إصابته. بدأت حالته بالتدهور مما استدعى دخوله لقسم العناية المركزة. على الرغم من أن عبد الرحمن من مرضى متلازم داون، إلا أن الممرضة دينا استطاعت هي وباقي أبطال الصحة أن تبقي عبد الرحمن في تحسن مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالجت، الحمد لله سمعت الدكتور، الحمد لله شربت وأكلت وتعافيت، ما في ولا كورونا. أنا ما في كورونا، أنا ما في كورونا، لله الواحد القهار وجه النبي صلى الله عليه وسلم. اني انا ان شاء الله اليوم خروجه، وان شاء الله انا تعافيت وانا رجال كبير، وان شاء الله يفعلنا بالخير، ان شاء الله يخرجنا اليوم ان شاء الله يا رب. خلاص طبعا عبد الرحمن الحمد لله تحاليله اليوم طلعت اوكي كويس الحمد لله، وما عاد في كورونا الحمد لله. بالتزامنا معا سنصل الى بر الامان. من القلب الله يحفظكم.